كابتن الخطيب تدخل شخصيا ليه وبلغ الكابتن سعد عبد الحفيظ مدير الكره اللي خد القرار وابلغ بيه كل اللعيبه. الجهاز الفني ملوش دعوه، ده لما قالوا قفشه غرامه 200,000 جنيه قال لك كولر اعترض وقال لك ازاي تعلنوا الغرامه دي؟ انا المسؤول، مسؤول مين يا عم؟ انت هتغرقنا وتقول انا المسؤول؟ مش فاهم. ده الاهلاويه بيقولوا له المفروض يعني. يعني هتغرق الفرقه وبعدين تقول انا المسؤول؟ هو بيرسي تاو الاصابات دي مش انت اللي قلت ما يمشيش في يناير؟ الاهلي كان عايز يمشيه في يناير او يعيره حتى في يناير. مش انت اللي قلت في يناير بيرسي تاو ده انا عايزه؟ الجهاز الطبي عمال يجري، عندي خبر بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان بيرسي تاو خلال شهر من دلوقتي هيبقى كويس وممكن يلحق كاس العالم. اهو مصدر بالاهلي يلا كره، بيرسي تاو سيكون جاهز خلال شهر من الان للتواجد تحت تصرف كولر وسيكون قادرا على التواجد ضمن حسابات الاهلي في منافسات كاس العالم للانديه. يا راجل بصراحه اللي بيحصل اقل من اللي يستحقه الاهلي وقيمه الاهلي وبطولات الاهلي. على فكره مش بتكلم على الجماهيريه، الاهلي ده كاس عالم انديه يا جماعه. النهارده كنت قاعد مع ناس بنتكلم على حاجات خاصه بكاس العالم، فبيقولوا لي اصل اوكلاند سيتي صعب جدا، فقلت لهم انتوا بتهزروا، ده الدور التمهيدي والاهلي هيعدي اوكلاند سيتي يعني ان شاء الله ما فيش فيها مشكله يعني وهيكمل. قالوا لي لا اصل احنا برضو الاهلي مستواه الفتره الاخيره مش مطمنا، وبيتكلموا بجد واهلاويه جدا وفاهمين في الكوره جدا. ايه بيرسي تاو؟ طب ما يمشي بيرسي تاو، ما يمشي بيرسي تاو وتجيب اتنين محترفين تقال جدا. يا راجل ده الراجل اسمه كريستو اللي عنده 19 20 سنه ولا 21 سنه بتاع النجم الساحلي، بيقول لك عليه مشكله دلوقتي وان النجم الساحلي رفض عرض الاهلي وممكن يمشي ويروح مكان تاني لان الاهلي عرضه ضعيف بالنسبه للنجم الساحلي. طب ضعيف ازاي يا عم النجم؟ قول لنا. قال لك اصل فلوس سليمان كوليبالي احنا هنسددها في مواعيدها، ما تربطليش فلوس كوليبالي بالفلوس اللي هتدفعها في كريستو. ده انا عندي اقساط في كوليبالي لغايه اخر ديسمبر 23، هو انت ليه بتربطها لي من دلوقتي؟ الاهلي بيتشطر في كريستو، ماشي. قال لك انت عليك لكوليبالي كذا، هندفع لك فوقيهم كام؟ 450,000 ولا 500,000 دولار. يعني انت عليك 975,000 دولار هنديك عليهم اهو 500,000 دولار. يبقى المجموع كله 1,475,000 دولار. فالنجم الساحلي قال لك انا معترض على حاجتين وخلاص يا عم مش عايز البيعه دي. انا ما اعرفش التاجر الشاطر اللي في الاهلي ده، في تاجر كده شاطر او فاهم نفسه شاطر؟ كان زمان عندي عربيه، انا واحد صاحبي كنا شاريين عربيتين اوبل، سوري في اللي قلت الماركه ليه، عربيتين يعني زي بعض سنه 98 99 حاجه كده. هو كان حنتوف جدا وانا كنت مهمل جدا، هو دق ونقي يعني العربيه دي لو اتخدشت بابره كارثه. انا قبل ما اركب نمر كنت راكنها عند الاهرام اتخبطت كده يعني، كنت بركنها في اي حته. المهم هو حنتوف جدا جد جدا فوق ما تتخيله. اللي فات سنه 2 3 4 انا عايز ابيع وهو عايز يبيع. انا بعت عربيتي مع حد السوق بتاع العربيات بعتها في 5 دقايق. مبلغ كويس جدا. هو قاعد يلف ويحرجم بحقق بسعر اقل مني ب 10,000 جنيه وقتها وهو محنتف فيها حنتفه. ليه؟ الشاطر اكتر من لازم يقع. اللي هو 1.5 مليون طب خليها 1.5 مليون الا 5. يا ابني اذا كانت الصفقه ليا مفيده مش هنتخانق على 100,000 دولار و20,000 دولار و100,000 يورو و200,000 يورو، لان اللعيب ده لو مفيد وقوي وانجز و21 سنه وكسر الدنيا وفعلا بالنسبه لي كرؤيه فنيه محتاجه ويفيدني وفي 5 سنين سعره يضرب ل 6 مليون دولار، يخرب بيت ال 100,000 دولار اللي انت بتتخانق عليه عشانهم دول اللي الصفقه باظت لغايه دلوقتي. النجم الساحلي قال لك يا عم روح اتكل على الله بقى مش عايز وجع دماغ. النجم الساحلي قال كده دلوقتي. فدي الشطاره اللي هي كانت في الولد البرازيلي اللي كان في الدوري الصيني
اسمه مارسينيو مش كده؟ او مارسين هو حاجه كده في النادي الياباني اعتقد كان نادي ياباني بدل فك مليون ونص ولا اتنين كاش ولا تقسيط معرفش ايه برضه الشطاره شطاره 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 راحت الصفقه. ففي يناير كن او لا تكن يا تجيب صفقات عدله يا باشا يا الجمهور يتهيأ. يعني احنا على فكره ما فيش مانع ان هيئ الجمهور ونقول للجمهور لا تنتظر ولا ترفع سقف الطموحات. ومش كولر هيبقى السبب، كولر هو كولر ما نزلش على الاهلي يعني في كرتونه بفيونكا من السماء. كولر الاداره اللي جايباه فخلاص. اللعيبه الاداره اللي بتجيبهم خلاص. التفاوض مع الاجانب الاداره